السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني. انا عارفة طبعا ان انا مكلفة في الفيديوهات شوية، بس انتوا عارفين شهر رمضان صوم بقى وصلاة وتراويح وعبادات وحاجات كده، وهو شهر واحد في السنة، فما ينفعش نضيعه في كلام فاضي يعني. وانتوا عارفين طبعا ان عمل الفيديوهات مش سهل يعني، وقت نصور، وقت نمنتج، وقت مش عارف، كل ده وقت طبعا وشغل، وعايز بقى حد فاضي، وانا بيني وبينكم برضو الولاد والبيت والدنيا دي كلها يعني صعبة شوية، فمقلة شوية في الفيديوهات بتاعتي، لكن سامحوني ان شاء الله الفترة اللي جاية يبقى في فيديوهات اكتر. انتوا وحشتوني، وانا حبيت ادخل بالفيديو ده اسلم عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. انا ما عملتش فيديو في اول رمضان، كنت مشغوله شويه، معلش بقى سامحوني. انا بحب قوي اجهز حاجه رمضان قبل رمضان، وحاجه العيد قبل رمضان، اللبس بتاع الولاد والحاجات دي كلها. انا يعني شهر رمضان بالنسبه لي شهر عباده وبس، شهر رمضان شهر يعني صوم وصلاه وتراويح وقران، وانا الحمد لله يا ربنا بيكرمني كل سنه بختم القران مرتين في شهر رمضان. والسنه دي بقى الحمد لله، اللهم لك الف حمد والف شكر، زاد عليا ان انا يعني بقرا القران بطريقه صحيحه بالتجويد، وربنا كرمني ووصلت لغايه جزء 23 قراءه صحيحه، فالحمد لله. ادعوا لي ربنا يكرمني واقدر اختم القران قراءه صحيحه يعني باحكامه وبتجويده، وبختم القران قراءه مرتين في شهر رمضان، فيا رب يكرمني ان شاء الله، واقدر السنه دي برضو ان شاء الله ربنا يكرمني. النهارده هو 15، انا قربت اختم الجزء اللي يعني المره الاولى، وربنا يقدرني ان شاء الله واختمه للمره الثانيه. فبالنسبه لي شهر رمضان شهر مش موضوع بقى نزول وطلوع ولبس واكل وشرب والكلام ده، لا، بالنسبه لي هو عباده، وهو شهر يعني انا حتى ببقى مقله فيه في الطلوع والنزول والزيارات والحاجات دي. انا ما بحبش اخرج في شهر رمضان خالص، الدنيا بتبقى زحمه، وزادت بقى السنه دي طبعا موضوع الكورونا وعدم الاختلاط، والمفروض يبقى فيه تباعد، واديكم شايفين كده الاعداد كل مدى ما بتزيد، وبتزيد بطريقه موحشه يعني. ربنا يرفع عننا الوباء والبلاء، اللهم امين. ف يعني انا بالنسبه لي بحب اجيب كل حاجه العيد وكل حاجه يعني رمضان طبعا قبل رمضان، وحاجه العيد كمان بجيبها قبل رمضان بالنسبه للولاد يعني، لبس بقى وحاجات بتاعتهم بقى وشوزات ومش عارف ايه والكلام دوت، فبحب اجيبه قبل رمضان عشان ابقى فاضيه لشهر رمضان. بالنسبه للناس طبعا اللي سالت عليا، انا بشكرهم وبسلم عليهم وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وناس اتصلت بيا مخصوص وقالت لي انت ما بتعمليش فيديوهات ليه ولا ريفيوهات ليه؟ مش هكدب عليكم يعني، انا حته ان انا اقف في المطبخ وابقى صايمه واصور ومنتج لا يا جماعه، انتوا عارفين انا ماليش خلق يعني. انا في العادي الفيديو بيقعد معايا اصوره يوم واقعد اشتغل فيه عليه اسبوع، لكن في رمضان هيبقى صعب قوي. وبعدين يعني انا بحس ان يعني دي خصوصيه شويه يعني، في اعتقادي طبعا في ناس بتعمل الموضوع ده، ربنا يبارك فيهم يا رب ويصلح لهم حالهم، بس انا يعني متحفظه شويه في موضوع حته الفيديوهات الزياده يعني في البيت وكده، دي بالنسبه لي صعبه شويه، هو ده فكري. حتى الريفيوهات اللي كنت بعملها بره في محلات او كده، الدنيا زحمه جدا بره، مش عايزه اقول لكم. انا نزلت اكتر من مره، بس طبعا الدنيا زحمه جدا، الناس كلها بتحب، في ناس عادتها ومن عادتها انها تحب تشتري في شهر رمضان، بالنسبه لهم بيبقى بهجه وبيبقى يعني فرحه ان هم بيشتروا في شهر رمضان. انا ما بحبش الزحمه وما بحبش ان انا انزل اشتري اللي موجود وخلاص، لا، بحب ادقق ومعنن واشوف الخامه كويسه والسعر كويس والحاجات دي، فبيبقى في وقت يعني باخد وقت، فبحب اجيب كل حاجه قبل شهر رمضان يعني. انا ممكن من شعبان بجيب لبس العيد لاولادي يعني والحاجه اللي انا عايزاها. فبالنسبه لي ان انا اعمل ريفيوهات بره في شهر رمضان في محلات دي صعبه شويه. الناس اللي سالت عليا انا بشكرها، والناس اللي انا سمعت عنها انها تعبانه، وان يعني ربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم، يعزوا عليا والله كلهم، وربنا يشفيهم يا رب ويتم شفاهم على الف خير. والناس طيبين، وان شاء الله في فيديوهات جايه، وان شاء الله في ريفيوهات كتير، بس الجو يهدى شويه. وكم محل بقى انا اتفرجت عليه وشفته في الفتره اللي فاتت وعجبوني، بس طبعا مش في شهر رمضان خالص ان انا ممكن اصور واعمل ريفيوهات. الموضه السنه دي لافندر، ما مصر كلها تلبس لافندر يا جماعه، بس ما عدا انا بصراحه يعني، انتوا عارفين انا ما بجريش قوي قوي ورا الموضه الزايده دي. في كم محل حلوين قوي في السيده على فكره، في كم محل حلوين قوي في الجيزه، في كم محل حلوين قوي في الهرم، في كم محل حلوين قوي في مول مصر عشان تبقوا عارفين.
بروكسي، يعني انا نزلت اماكن كتير وشفت الدنيا فيها ايه، بس متحفظه شويه على موضوع الريفيوهات في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يسمعنا عنكم كل خير، وحشتوني. ادعوا لي ربنا يكرمني ان شاء الله، وربنا يكرم ولادي وربنا يكرم ولادنا كلهم اللي هم بيمتحنوا الايام دي. وخلاص كده السنه بقت سلق بيض وعدت خلاص، فربنا يا رب يجعله ايام مباركه علينا وشهر رمضان كريم علينا. كل سنه وانتم طيبين، وربنا ينجح ولادنا وربنا يرحم امواتنا جميعا وربنا يشفي كل مريض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.